ركز لنهزمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي إيش هذا يا أخي؟ يا أخي لين 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 متى؟ لين متى؟ لين متى وإحنا كذا؟ لين متى؟ أنت شايف؟ شايف إيش اللي قاعد يصير؟ ترى 8 أسابيع. 8 أسابيع. أنت تطالع فيه اللي تطالع فين؟ 8 أسابيع. ما فزنا إلا كم مرة؟ يعني إحنا الخير ترى. إحنا اللي المفروض نفوز. إحنا اللي المفروض نسيطر على ذا المكان. وأهل الأرض معايا ومتفائلين، وكل أسبوع يقولوا يلا الأسبوع أسبوعين ننهزم، أسبوع نفوز، 3 أسابيع ننهزم، أسبوع نفوز. وقسما بالله ترى أنا 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 زهقت 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 بشكل أقسم بالله إني خلاص كرهت المكان ذا. أنا أصلا جدي هذا الله يسامحه جابني هنا ليش؟ أقسم بالله يعني جاء رماني، ما قال لي ترى إنه أنت في أشرار بيكونوا معاك، ولا قال لي إنه ترى الأشرار هذا. أنا توقعت الموضوع أبسط من كذا. جاء رماني في مكان وأنا أصلا قلت له ما أبغاه يا جدي، أنا ما أبغاه، وأشرار واثنين وأنا واحد ومساندين. أقسم بالله زهقت 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 بشكل مو طبيعي. أبغى أرجع لحياتي، أبغى أرجع للفلة اللي أنا كنت فيها، للونسة. يا أخي أنت معايا ولا ما أنت معايا؟ يا أخي تجنب هنا بالله. ما في كرهت المكان ذا، أنا كرهته. أنا قررت قرار، أنا بأرسل رسالة لمرجانة وبأمشي من المكان ذا، ولا عاد أبغاه ولا أبغى أحد يساعدني، وبستقيل من المكان ذا، ولا عاد أبغاه ولا أبغى أي شيء. وخلي سلهب وشيبوب وعائلتهم كلها يستفيدوا من ذا المكان ويفرحوا فيه ويجعصوا فيه، أنا ما عاد أبغاه. أنا بكتب رسالتي الآن لمرجانة. يلا إلى سعادة، إلى سعادة مرجانة. إيش يقولوا؟ يقول بعد التحية أطلب منك السماح بمغادرة مرجانة، وأن أعود إلى حياتي الطبيعية، وأتمنى منك قبول يا سلوبي. والله يا بابا صراحة يعني احنا طفشنا من هذا المكان، ودنا نروح مكان ثاني، عالم ثاني، يعني نكتشف. يوم كان في فضائي كان في تنافس. والله انك صادق، جايين عند هذا اللي اسمه امير بحار. شوف امير البحار، هل تسمح لي؟ انت قميصك ذا. انا سؤال لك، وجه الحين تجي هنا كل انت كنت في شوف يا سلهوبي، والاربعاء خسران. شوف يا سلهوبي. يا سلهوبي سلهوبي كل يوم ثلاثاء وايش؟ والاثنين. ما ورق وقلم. طالع الولد حبيب يكتب رسائل حزين. صراحه عليك قميص. اقرا حبيب، اقرا لا حبيب ولا شيء، اقرا. جبها. اوف باباو كاتب رسالة المرجانة قاعد يعلم علينا. لا اجل.
ناوي يترك المكان. يقول عائلة بياو تحبوني. أقول لك شيء، شب جالسي فضفض للتمساح. لا تمساح. والله يا بابا أنا بين البحار مسخرة. أي والله. وبعدين أنا أقول أهل الأرض تستاهلون، تستاهلون. إيه؟ ارسلوا بعدين يعني واحد قوي، واحد يعرف 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 يرسلون، المفروض يرسلوا واحد يعرف يلبس، يعرف يلبس. لا يلبس يعني قمصان فيها أسد نمور ورد. أمين البحار، أمين البحار، لا حول ولا قوة. أنا ودي أعطيك من بعض النصائح. نعم. ويريت تستفيد وتتعلم. أنا ودي تستفيد من سلهوبي. نعم. أقول لك شيء يا أمين البحار. قلنا. أنا 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 وش سموني، شيبوب صح؟ إيه؟ أنا أبو هذا سلهوبي صح؟ إيه؟ إيه؟ أنا أستفيد من سلهوبي أكثر مما أستفيد من نفسي. إيه؟ شكرا يا بابا. عط 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 نصائح، عط نصائح. أنا أساسا أبعطيه أول نصيحة. إيه؟ أول نصيحة، أتمنى أنك تكون مع الشر ولا تكون مع أهل الخير. الله. هذا شيء مستحيل، حتى لو أنت قاعد تحقق نجاحات عظيمة بالنسبة لك. والله أنا من رأيي وكنصيحة يعني. إيه؟ غير قميصك وراح تفوز. المشكلة يا سلهوبي. إيه؟ إنه أنا مغير قميصي، يعني أجيك يوم بقميص واليوم الثاني بقميص ثاني. بس والله اللي يختار لك قمصان هذا، يعني أنا أشوف إن الموضوع مو في القمصان بس يا سلهب. وجهه. انت يعني حتى في شو اسمه النظاره اللي لابسها. يا اخي انتوا عائله ما منكم اي فايده، يعني حتى نصايحكم ما منها فايده. انصحوا زي الناس، انصحوا زي الناس. اقول لك شيء، احنا مشغولين، لا تقعد تشغلنا بمشاكلك. تبي ترسل مرجانة ارسل مرجانة. انا سلهوبي حبيبي. اسمع. حبيبي. بابا اسمع، تصدق يا بابا، ها؟ انا من يوم شفته يكتب إيه؟ الرسائل هاي إيه؟ وانا في قمة السعادة. اي والله. اقول لك شيء، هذا امين البحار هذا إيه؟ امين يعني إيه؟ ضعيف جدا. والله يا بابا مو ضعيف. هذا تعدى مرحلة الضعف. إيه؟ اقول لك شيء، اصلا هذا امين البحار إيه؟ يعني ما ادري كيف اختاروه اهل الارض انه يجي يدافع عن مرجانه.